راح اراويكم شلون ينقلون اللحوم الى داخل هالسوق الشهير. تقول لا يا ابو احمد اكيد سيارات مبرده وتغطيه معينه لان نشتري اللحم من هناك غالي ومو معقوله. تبون تشوفون ونقل اللحوم تحت المطر ويانا المطر يوم الثلاثاء. اعطوني التقرير. وين حاطين اللحم؟ شوف بعربانة بالمطار واصخ. نقل اللحوم تحت الأجواء الممطرة، إيش عليكم؟ هذا الأسلوب الحديث. زين نقلت اللحم المبردة، لازم أماكن معينة لدخول اللحم ويغطونه ويدخلونه. أقولكم عطوني عيسى الكندري بعد، كفاية عليه الأستاذ عيسى اليوم. عموما التقرير اللي بعده، عطوني